ما تكفيش العاشر هيك يعني بعرم تعطيني سيجار. بقول انا وين قاعد ووين ساكن وهلا وكل شيء شو عم يصير معنا. اوكي، اسمي ميرا حنا فارس من رشا البترون. اسمي علان يوسف من كور البترون، ضيعه فوق البترون. My name is Michael Alam. I live in Batroun but I'm from برحليون مشري. جاك تانيوس تانيوس من عبرين البترون. اسمي عبدو عبيد من طرابلس. حاكم كرئيس جمهورية لبنان؟ حاكم لبنان، خملت حبيب لبنان. أول شيء بعمله أول شغلة بعمله إذا أنا حاكم لبنان، أول شغلة بحلل الجواز المدني بلبنان. جرب وقف الفساد اللي نحن فيه. إذا أنا حاكم لبنان، أول شيء بعمله بطلب من حيالة دولة عربية مثل السعودية أو مصر، من هالدول اللي كتير حجمها كبير، تاخذ المخيمات الفلسطينية وتاخذ كمان اللاجئين السوريين تقعدهم عندها، بما إنه لبنان بلد كتير صغير وما بقى يساع حدا. The first thing I would do if I was president of Lebanon would be to fix the electricity. أول شيء بعمله هو إنه بحسن الكهرباء. يعني أكيد خلق ظروف عمل لهالناس اللي موجودة بهالبلد لحتى تعيش ببحبوحة وبكرامتها. شو عجبك شو؟ إذا قلبي بيشوفني على التلفزيون بده يقبرني هلأ.